السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، احنا مع بعض في حاجة جديدة جميلة قوي اسمها ايه؟ التعبيرات الرياضية والمعادلات المتغيرة. ناخد يعني ايه تعبير رياضي ويعني ايه معادلة ونفرق بينهم ازاي؟ هنفهم ازاي مع بعض في المسائل اللي جاية. يعني ايه الاول كلمة تعبير رياضي؟ كلمة تعبير رياضي هي جملة رياضية لا تحتوي على علامة استفهام. مش فاهم يا مس. الجملة الرياضية بتكون فيها علامة زائد أو ناقص أو ضرب أو على العمليات الأربعة. يعني مثلا لو جيت قلت لك 3 زائد 5 وسكت، ده تعبير رياضي. ده تعبير رياضي. 2 في 7 تعبير رياضي. 9 على 3 تعبير رياضي. 100 ناقص 30، كل دول تعبيرات رياضية لا يحتوي على يساوي، لا يحتوي على يساوي. طب تعالى المعادلة. المعادلة هي جملة رياضية تحتوي على علامة يساوي. تعالى كده معايا، لو جيت قلت لك 3 زائد 5 وسكت، يبقى تعبير رياضي. طب لو قلت يساوي 8، طالما قلت يساوي وصلنا للمعادلة. تعالى 2 في 7، 2 في 7 بكام؟ بتساوي 14. طالما انا قلت يساوي يبقى معادله. تعالى حاجه كمان، جيت قلت لك 9 على 3 سكت، لا تعبير رياضي. طب لو جيت قلت لك بتساوي كام يا مس؟ بتساوي 3. في الحاله دي تبقى اسمها معادله. فهمنا؟ طب حتى لو يعني مثلا جيت قلت 10 زائد 2 ناقص 3 سكت، تعبير رياضي. يساوي جيت قلت 12 ناقص 3 كام؟ 12 ناقص 3 9. في الحالة دي بقى لو ما قلت يساوي يبقى معادلة. يبقى ملخص الموضوع دلوقتي، لو حضرتك ما كتبتش يساوي تبقى تعبير رياضي، كتبت يساوي معادلة. تعالى معايا بقول اهو، صنف العبارات الى معادله او تعبير رياضي او ليس منهما. في حاجه اسمها ليس منهما؟ يلا حبايبي. انا لقيت ايه؟ يساوي. ما بفكرش بقى الناتج ايه، طالما قلت يساوي يبقى معادله. يا مس يا حبيبتي ده هو مش جايب الناتج، مالكش دعوه، يساوي تبقى معادله. واحده كمان، يلا يا جميل. جيت قلت 14 و 78 من 100 ناقص 3 و 4 من 10 سكت، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه تعبير رياضي. اهو يا جميل. ليه بقى تعبير رياضي؟ لانه لا يحتوي على يساوي. طب واحده كمان، حاضر، يلا يا جميل. 9 ناقص اكس بتساوي 3 و 5، يساوي معادله. الله عليك، سمع جمالك. طب واحدة اقرأ كده، لدى أمير 3.5 كيلو جرام من التفاح و2.7 كيلو جرام من التين. طب دي معادلة؟ لا مالش يساوي. طب دي تعبير رياضي؟ لا مفيهاش علامة من ايه؟ علامة الأربعة، العمليات الحسابية. يبقى دي ايه؟ ليست معادلة وليست تعبير رياضي، يبقى ليست معادلة اهي وليست تعبير ايه عسل رياضي. يلا كمان، اتفهمت؟ بسيطة. يلا حبايبي، تخير الإجابة الصحيحة مما يلي. بص بقى، ادي المسألة بتاعتي الجميلة، بيقول ايه؟ أرادت بسمة أن تكتب معادلة. بسمة عايزة تكتب ايه؟ معادلة بمتغير لتمثيل 12.5 زائد عدد. العدد ده رمز متغير مجهول، انا مش عارفاه، احط مكانه اكس. طب ينفع اي رمز تاني؟ بس انا لاحظت ان هنا اكس، فانا هلتزم بالاكس. يساوي كام؟ 15. اي معادله مما يلي ستكون صحيحه. طب تعالى الاول نفكر في حلها. ارادت بسمة ان تكتب معادله بمتغير لتمثيل كام؟ 12.5
زائد هو اللي قايل لو بيغششك زائد ايه؟ اكس تمام هتساوي كام؟ 15. يبقى انا فكرت فيها الاول. تعالى بص الاولى لا، الثانيه يا مس ده هي لا لا ركز. طب الثالثه 12 و5 من 10 زائد الاكس بيساوي 15. يبقى حضرتك تتمكن من اجابتك. طب واحده كمان يلا يا عسل برضو اختاري الاجابه. تعالى معانا هنا اقرا معايا كده بيقول ايه. كان ادهم يقارن بين ارتفاعات الكثبان الرمليه في الجزء الشمالي من شبه جزيره سيناء. كان ادهم بيقارن بين الارتفاعات تمام بالمتر. كتب هذه المعادله بتقول ايه؟ 27 متر ناقص 18 متر بتساوي اكس. ما الذي يمثله الحرف اكس؟ طب بص كده اكس دي ايجاد ناتج ايه؟ الفرق. يعني ايه الفرق؟ يعني الطرح. طب تعال نشوف كده الاختيارات. ارتفاع واحد من الكثبان الرمليه لا لا ده فرق، فرق يا مس فرق صدقيني. طب ليه بتزعق؟ فرق يعني اطرح لان هو عامل علامه طرح. برافو. واحده واحده يبقى مجموع لا، فرق بين اطول واقصر كثيب رملي طب تعالى نرى اللي بعدها كده. المسافه بين اطول واقصر لا يا مس ده انا متاكد الفرق بين اطول واقصر. ايه رايك يا عسل؟ ده سهله جدا وجميل. يبقى احنا قدرنا في الحلقه دي نفرق بين كلمه معادله وايه وتعبير رياضي وكمان ليس اي منهم. لو حضرتك عايز تدريبات اكتر تحت الحلقه في صندوق الوصف سايبالك رابط حلقه التدريبات. والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.